السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم راح يكون معنا تطبيقات اندرويد جميلة جدا، اتوقع انه في واحد او اثنين على الاقل ما راح تحذفهم من تليفونك. خليك معي عشان ننتقل الى استعراض التطبيقات. سوي لايك واشتراك، واذا تقدر سوي شير، ونتمنى لكم رحلة مريحة على متن خطوطنا التكنولوجية. نبدا فيديو اليوم بهالتطبيق، تطبيق جدا جميل من خلاله بإمكانك تدخل وتحدد تطبيقاتك اللي أنت بدك إياها، على أساس أنك أنت لما تدخل على التطبيق اللي أنت محدده تكون مخصص له شغلة معينة أو بروفايل معين. يعني مثلا لما أدخل على برنامج إنشوت تكون البرايتنس تبعت الشاشة أو السطوع تبعها كذا، يكون شغال الصوت أو مش شغال، يكون عرض الصورة بالعرض أو بالطول، تشغل الأوتو برايتنس وهكذا، يعني تعمل شغلات مخصصة لكل تطبيق. وكذلك الأمر للديسكورد أو أي تطبيق أنت بتختاره. التطبيق الثاني اللي معانا اليوم من خلاله بإمكانك إنك تشوف كل تطبيقات تليفونك، حتى التطبيقات اللي موجودة في النظام نفسها. فعلى سبيل المثال لو بدك ترسل تطبيق لحد من أصدقائك ونحذف من جوجل بلاي، أو بدك ترسل له تطبيق خاص في النظام مش موجود عند حدا، بكل بساطة بإمكانك تضغط عليه بيعمل إكستراكت للتطبيق، وبعدين بسمح لك إنك تعمل شير أو ترسل الملف لأي حدا بدك إياه. وزي ما حكيت لك من خلال التطبيق راح تشوف كل إشي موجود على تليفونك، حتى التطبيقات الخاصة بالنظام نفسه. التطبيق الثالث هو متصفح أوبرا خاص بالكريبتو. طبعا المتصفح نفسه شكله جميل، مختص في الكريبتو كرنسي. لما تيجي تدخل على أي موقع زي ما أنت ملاحظ بإمكانك تبحث كتابيا أو بالصوت أو من خلال الكاميرا الخاصة فيك. طبعا الأشياء اللي موجودة بالأسفل من هون بإمكانك إنك تشوف محفظة الكريبتو الخاصة فيك من هون، والقائمة اللي بعدها بإمكانك تدخل تتصفح الإنترنت. القائمة اللي بعدها بإمكانك تشوف إرسال واستقبال العملات الرقمية، والقائمة اللي بعدها اللي هي الإعدادات الخاصة في المتصفح. طبعا زي ما أنت ملاحظ بإمكانك تختار البيتكوين نتورك والإيثيريوم نتورك، وطبعا في آد بلوكر وفي كثير إعدادات حلوة بإمكانك إنك تستكشفها. وزي ما أنت ملاحظ نرجع على الخانة الخاصة بالتصفح، المتصفح نفسه سلس وسريع وجميل، يعني كثير كثير مرتب صراحة. زي ما أنت شايف أيقونات المتصفح كثير حلوة، ومن هون بإمكانك إنك تدخل وتشوف التابس اللي انت فاتحهم. التطبيق اللي بعده كثير حلو صراحة، من خلاله بإمكانك تدمج أكثر من إيموجي مع بعض. إما بتعمل شفل إنه التطبيق نفسه يختار لك أي إيموجيين، أو أنت بتختار اللي بدك إياه من الإيموجيات تدمجهم مع بعض، والنتيجة النهائية بإمكانك تتصرف فيها براحتك. إما تعمل لها كوبي وتروح تحطها في المكان اللي بدك إياه، أو تضيفها إلى المفضلة عندك. بإمكانك تشوف كل إشي أنت ضايفه للمفضلة. أو تعمل شير لأي حدا بدك إياه على أي برنامج بدك إياه. التطبيق اللي بعده مهم جدا لكل شخص بحب الأكل في رمضان، من خلاله راح تحدد كم شخص عندك في البيت، بعدين تحكي له إيش الأشياء اللي أنت بتحبها وإيش الأشياء اللي أنت بتكرهها، بعدين تحكي له إيش في عندك معدات في المطبخ، بعدين تدخل هون أي زايب كود، مش ضروري يعني أي زايب كود، اكتب أي 4-5 أرقام ومشي. بعدين سجل دخول باستخدام الفيسبوك مثلا. زي ما انت ملاحظ هون بعطيك وصفات أكل حسب الأشياء اللي انت حددتها. طبعا رح يحكي لك انه كم وجبة نحضر لك في اليوم، تعطي الرقم اللي بدك إياه. وزي ما انت شايف لما تدخل على أي وصفة من الأكلات اللي معطيك إياها رح يعطيك فيديو مفصل كيف تعمل الأكلة. وبإمكانك تنزل للأسفل تشوف شو هي المقادير الخاصة بالأكل اللي أنت اخترتها. طبعا لو تنزل بالأسفل بإمكانك تشوف الوصفة كتابيا، ولو تنزل لآخر إشي راح يعطيك معلومات وحقائق عن الأكل اللي أنت عملتها، كم فيها فات، كم فيها طاقة، كم فيها بروتين وهكذا. طبعا هالتطبيق كثير حلو لرمضان للي بيحب يعمل وصفات جديدة أو يخترع وصفات، فهالتطبيق راح يفيدك كثير. أكيد سألتوا حالكم الخلفية اللي كانت على شاشتي من وين جبتها؟ من خلال هالتطبيق. طبعا في كثير خلفيات متحركة وجميلة جدا. طبعا التطبيق مش مجاني زي ما انت ملاحظ، عشان تأخذ الخلفية هاي بدك 5 مفاتيح، فبتكبس على المفتاح وبحكي لك إما بتشتري المفاتيح أو بتشاهد إعلان بسيط. طبعا لبلاش كثر منه، شاهد إعلان، بعد ما تخلص الإعلان رح يعطيك مجموعة المفاتيح، إذا ما كفوا مجموعة المفاتيح بإمكانك تشاهد إعلان ثاني عشان تأخذ مجموعة مفاتيح أكثر وتفتح الخلفية. بعدين تكبس على ست وبتختار إنها تكون عندك على هوم سكرين أو لوك سكرين، وهيك صارت الخلفية على تليفوننا. عن جد الخلفيات رائعة وراح تعطي شاشتك منظر خرافي.
الكل راح يسألك من وين جبت هاي الخلفيات، أنا متأكد. التطبيق اللي بعده بسيط جدا، من خلاله بإمكانك تحول أي موقع إلى آب أو أبليكيشن. يعني إذا كنت بتتصفح أي موقع وإنت كرهان الأطراف تبعت الشاشة، بإمكانك تستخدم هالتطبيق وتحول أي موقع بدك إياه بدون أطراف، على أساس إنه يبين كأنه ويب آب أو تطبيق من الويب مش على تليفونك. طبعا بإمكانك تضيف التطبيق اللي بدك إياه وتعطيه الاسم اللي بدك إياه، وبإمكانك تعطيه أيقونة جاهزة من عندك أو تحط له صورة وتخصص اللي بدك إياه. تفتح الموقع اللي بدك إياه بدون أطراف وبتحس حالك كأنك فاتح تطبيق على تليفونك. التطبيق اللي بعده بكل بساطة عبارة عن تطبيق طقس، ولكن مش أي تطبيق طقس. يعني أول ما تفتح للوهلة الأولى راح تحس إنه تطبيق عادي جدا، بس اللي بقدم لك إياه التطبيق إنه راح يعطيك أشكال جميلة وثيمات جميلة للتطبيق أثناء استخدامه. زي ما أنت شايف التطبيق عبارة عن تطبيق طقس عادي جدا وطبيعي، ولكن بشكل جميل. بس الإشي المميز في التطبيق إنه بعطيك ويدجت كثير حلوة إنك تضيفها على شاشتك. زي ما انت شايف في ويدجتس كثار موجودة في التطبيق، بس كل اللي عليك انك تختار واحدة وتعطيه الصلاحية، بعدين تطلع على شاشتك برا تضغط ضغطة طويلة، بعدين تختار الويدجتس وتختار الويدجت الخاصة في التطبيق وتضيفها على الشاشة برا. وزي ما انت ملاحظ هي موجودة، بامكانك تتحكم فيها وترميها وين ما بدك على الشاشة، تلعب بالحجم تبعها، تكبرها تصغرها، تسوي فيها اللي بدك اياه. التطبيق اللي بعده عبارة عن تطبيق تو دو ليست، شكله جميل. بإمكانك تدخل تختار التاريخ اللي بدك إياه، تكتب الإشي اللي أنت بدك تعمله كمثال، وتختار العلم من هون عشان إنك تعطيه البرايوريتي، أو يعني إنك أنت تحدد الأولوية الخاصة في الإشي اللي أنت بدك تعمله. بإمكانك تضيف هاشتاج للإشي اللي أنت كتبته، بإمكانك مثلا تصنفه حسب الإشي اللي أنت بدك إياه. وطبعا بعد ما تخلص الإشي اللي أنت عملته أو اللي أنت كتبته، بإمكانك ترجع على التطبيق وتحدد على الإشي اللي أنت كتبته على أساس إنك خلصت منه. بإمكانك تتراجع من السهم البرتقالي اللي بالأسفل. بالتأكيد بإمكانك تدخل على التدول اللي أنت كاتبها وتعدل عليها وتكتب لها وصف زي ما بدك. طبعا هالتطبيق عبارة عن موقع، هو مش تطبيق. بإمكانك من خلاله أنك ترسل الملفات شو ما كان حجمها بين تليفونك وكمبيوترك، بين تليفونين، بين نظامين مختلفين. يعني بكل بساطة بتدخل بتعمل له شورت كات للموقع، بضل عندك على الشاشة الخارجية، وبأي لحظة بتكبس عليه وبتدخل تختار الملفات اللي بدك ترسلها. وطبعا راح يعطيك QR كود، بإمكانك تخلي الشخص الثاني انه يصور الكيو ار كود، او بكل بساطة بتعمل شير للرابط على اي اشي بدك اياه، مثلا على الواتساب. ولهون اصدقائي انا بكون انتهيت من الفيديو، ان شاء الله يكون افادكم وعجبكم. اذا افادك وعجبك لا تنسى اللايك الاشتراك والشير عشان الكل يستفيد منه. صار لازم اودعكم واحكي لكم، بشوفكم بالفيديوهات الجاية ان شاء الله. كان معكم اخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.